أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في ختام المؤتمر الصحفي لاجتماع الوفد الوزاري العربي المعني بمتابعة تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس أن الموقف العربي واضح في رفض القرار الأمريكي، مشيرا إلى الاجتماع من أجل مواجهته. أكدنا اليوم على استمرار الانخراط مع المجتمع الدولي لرفض القرار وتبيان خطورته والتأكيد على عدم قانونيته وعدم وجود أي أثر قانوني له. نحن منذ اجتماع الجامعة ومنذ اتخاذ القرار الأمريكي انخرطنا جميعا منفردين ومجتمعين في اتصالات مع المجتمع الدولي للعمل للحد من التداعيات السلبية لهذا القرار. وكان هذا الاجتماع فرصة لنا لنقيم نتائج الاتصالات التي قام بها الزملاء الوزراء كلهم وللخروج باستنتاجات حول ذلك، وسنستمر في هذا الانخراط مع المجتمع الدولي عبر آليات متعددة، إما بلقاءات جماعية أو فردية أو ثنائية، لكن الهدف هو رسالة واضحة الإبقاء على العمل مع هذا مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك. وسيكون لنا مطالب محددة من ذلك، أولها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 1967. هذا جهد سنتصدى له الآن بتكليف من الجامعة العربية وقرار صدرنا له، أي كان هنالك قرار سياسي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، سنسعى الآن للحصول على قرار سياسي دولي عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط 4 حزيران 67 والقدس عاصمة لها. أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال إن الهدف من الاجتماع تقليل أي خسائر للفلسطينيين وبيان كيفية تقديم الدعم لهم، وأن القمة العربية الدورية ستعقد نهاية مارس القادم في المملكة العربية السعودية. الهدف هو بالإضافة إلى التقييم هو تقليل أي خسائر للفلسطينيين أو نجاحات لإسرائيل، بالتالي تم تقييم الموقف في هذا الإطار أيضا. وأخيرا، كيف يمكن دعم الفلسطينيين، وهي كلها النقاط التي أكد عليها وزير خارجية الأردن. ففي هذا السياق أراه اجتماعا مفيدا للغاية، وسوف يعقبه هذا الاجتماع الوزاري الموسع في نهاية الشهر الجاري للاستمرار في التحليل والرؤية. واللي أنا عاوز أقوله والأخ أيمن أكد عليه منذ اليوم الأول في 9 ديسمبر الماضي، هو أنها عملية مستمرة ولن تتوقف عند قرار وينتهي الأمر، هي عملية مستمرة ومتدرجة. وانتهى في العاصمة عمان السبت اجتماع وزاري لوزراء خارجية الدول العربية المشكلة للوفد الوزاري العربي المعني بالتصدي لتداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.